فلما أذكر لك هذا استصحب مع المقدمات. الذين جاءوا من بعدهم عندنا نماذج راقية جدا. عندنا الشيخ أبو سعيد الكدمي الإمام العلامة المحقق القرن الرابع الهجري، الإمام أبو سعيد، بس هذه الواقعة تخبرك ما هذه النفس التي حملها إمام المذهب رضوان الله عليه. جاء يوما جاء من السيح، جاء راعي غنيمات، وفي نفسه يتمنى لو أن مسواه إلا في البيت سحناه. معروف السحناه؟ ما تعرف السحناه؟ شيء يعمل ما يعرف السحناه. وجاي وفي نفسه أن لو كان في البيت مسواه سحناه، يتحدث بهذا في نفسه، حتى إذا وصل وضعت بين يديه السحناه. الله أكبر، كرامات. لكن أبا سعيد ما رآها على كرامات. هذا المتأخر الذي البطيء ذا بيقول الحمد لله أنا من أولياء الله الصالحين. كيف تحدثت نفسي وأهل بيت عرفوا بالحديث النفسي ذا، ألهمهم الله وجاءوني بالطبخ من غير حتى ما ينطق لساني. الله أكبر تكبيرا. وبيض النفس من أولياء الله. ما هذا أبو، هذا أبو سعيد ما من هؤلاء. أبو سعيد لما وضع الطبق بين يديه دمعت عينه وقال ارفعوه عني. لما؟ قال أخشى أن تكون قد عجلت شهوتي، كل ما تشتهي نفسي شيء جيء لي به ولعله استدراج من الله فارفعوه عني. أكابر أئمة وأقطاب السير إلى الله. كان أبو سعيد عند ثور في هيصنة استأجر، وكان هذا الثور يلبس زلاغ، يلبس زلاغ. لماذا؟ حتى إذا انتهى من الشغل فصخ ذا الزلاغ ذا وينفض التراب في مزرعة صاحب المزرعة، لأن ربه قال لفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والزلاغ كم ذرة شال بيطلع بهم معه، فأحسن ينفضهم هناك في اسمع. هذا حديث الأكابر، هؤلاء الذين تقدموا إلى الفردوس سيرين وعشق الفردوس بين حاجبيه. الشيخ خلفاء بن جميل الصيابي صام يوما واشتهت نفسه، هذا الكلام يحدثني عنه واحد من شياب سمايل من رأوا الشيخ خلفاء وجلسوا معه، يقول فجيء قبل الإفطار كان يشتهي بيض موغر يجاب له عند الفطور، ها أزي سجود السهو فجيء له به. أنتم تسموه مسلوق ها؟ ما تسموه موغر؟ إن شاء الله إن شاء الله سامحني غلطة. نعم. فجيء به ووضع بين يديه دون أن نفس قصة هي حادثة الشيخ أبي سعيد، فوضع بين يديه فدمعت عينه وقال ارفعوه عنيش. قال أخشى أن يكون حسنة صيامي هو عجل لي. الإمام الأرشد الأمجد ناصر بن مرشد رضوان الله عليه يحكي الشيخ السالم في التحفة أنه اشتهى خبز عماني بالبيض، بيض ويش عادته الحين عزيز. وقال لا، فقال هم سووا الخبز، وهو في طريقه إليه قال في نفسه يا ناصر، وفي رواية يا نويصر تصغير لنفسه، يقول اليوم نفسك تشتهي خبز باكر ايش؟ شلوا عنه. هذا يسموه تو الآن في وقتنا هذا الورع، والورع وقصصه مع أسلافنا كثيرة جدا كثيرة جدا. كان يحكوا عن الواحد منهم لربما يمشي في الطريق وكانت الجدر طين
فتضرب عصاه في الجدار فيتساقط شيء من تراب الجدار فيحمله إلى صاحب البيت، يقول له سامحني ضربت بالعصا في جدار بيتك وهذا التراب سقط منه، فإن شئت عفوت وإن شئت قدرت الثمن ليعطيك إياه.